السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلط تقرير لموقع الوطن ديزاد الناطق بالفرنسية الضوء على جانب من واقع كرة القدم الجزائرية الذي انكشف جليا بعد استقالة رئيس الفاف جاهد زفزاف. وأكد الموقع السابق وجود مافيا تصر على مواصلة مخططها الساعي لإبقاء محيط كرة القدم الجزائرية متعفنا، على أن تكون البداية بالاستمرار في اختطاف هيئة الفاف، وتسعى أطراف إلى إطالة الفراغ الرهيب الذي يمر به الاتحاد الجزائري للعبة حاليا جراء حل المكتب الفيدرالي، وذلك بمحاولة عرقلة أشغال الجمعية العامة الانتخابية المقبلة المقررة يوم 4 سبتمبر القادم. وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أن تلك الأطراف التي لم يذكر أي اسم منها واكتفى بتسميتها بالمافيا تنتهج أساليب خبيثة في مخططها ضد الكرة الجزائرية، ووصلت تلك الأساليب الخبيثة إلى حد تهديد وترهيب كل شخص يمكنه إفشال مخطط تلك المافيا الرامي لمواصلة اختطاف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف التي باتت جسدا مارضا ينخره الفساد. وأكد التقرير المصدر السالف ذكره أن الوقت قد اقترب كثيرا لفتح هوية ما سماهم بسفاح الكرة الجزائرية الواحد تلو الآخر. وفسر إعلاميون ونقاد ومختصون رياضيون على أن ما سلف ذكره هو تحرك سريع من قبل الدولة الجزائرية للقضاء على بؤر الفساد التي حطمت كرة القدم الجزائرية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.